بتفكر في ايه؟ بفكر في حلم اللي بس عشان احققه. شايف نفسي ان انا ممكن اعمل تعمل ايه بس؟ هو انت فاكر ان ده بالسهل كده؟ وايه اللي هيخليه مش سهل؟ الناس مالهم الناس دول؟ هم اكتر ناس بيساعدوني، ده انا بسمع منهم كلام حلو جدا. بيعجبني فيك سذاجتك، الناس ما بتحبش تشوف حد احسن منها. كل اللي انت شايفه قدام منك ده وهم نفاق. كل الناس بتحاول تمثل على كل الناس. تحب اثبت لك ده؟ صاحبك فلان وهو قاعد معاك كان بيقول ايه على صاحبه اللي هو كان صاحبه قبل منك؟ صاحبتك فلانة اللي المفروض بتحب فلانة صاحبتها، واول ما بتقعد معاك فلانة دي فيها كذا وكذا وكذا. ما تقولش لحد علشان ده سر. انا ما بحبش اتكلم عن صحابي، لكن اول ما يجمعهم مكان كلهم مع بعض بتلاقي المحبة ظهرت. كلهم بقى بيخافوا على بعض، بقوا كلهم بيحبوا بعض. الوشين بيظهروا، اول وش تلاقيه قدامهم كده. وانت عاملة ايه؟ وحشاني جدا جدا جدا. ده انت زي الخرا. انا عارفة ايه اللي قعدني معاكي دلوقتي. وانت حبيبتي بقى عاملة ايه في حياتك، في دراستك، في شغلك؟ اكيد كله تمام. ربنا يحفظك يا امرايا. ربنا ياخدك. وهو انا اصلا من امتى بحبك؟ ده انت عيلة فقر، وشك اصلا زفت، عينيكي كلها حسد، اكيد غيرانة مني صح؟ عيون كلها نفاق، وش بيتلون على 1000 لون مش لونين. انا عارف ان كل ده بيحصل، بس يعني انا ما اعتقدش انه ممكن يحصل معايا، لان انا بحبهم وبحب لهم الخير. يعني ومين قالك انك بتحب الناس ولا بتحب لهم الخير اصلا؟ انت بتحب نجاحهم، بتحب مركزهم، بتحب مستواهم، علشان لما تطلب منهم حاجة يعلوك، علشان يوم ما تفكر تحلم تحلم على حسهم هم، مش على مستواك انت ولا على نجاحك انت. عايز تنجح وتبني نجاحك على نجاح اللي انت عامل بتحبه. لا طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري ما كنت كده ولا هبقى كده. لا هو انت كده فعلا، انت اصلا عايز ترسم لنفسك ان انت الملاك اللي لازم نسمى بجناحات. انت اللي بتحب كل الناس، عامل نفسك بتحب لهم الخير، بس انت شيطان متجسد في شكل ملاك. واكبر دليل على ده هو انا اللي بكلمك.